بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طلابنا الأعزاء، نرحب بكم في درس من دروس اللغة العربية لطلاب الصف السادس. أرجو من الله أن نستمتع بهذا الدرس وأن نحقق الفائدة. عنوان الدرس الماء. انظروا إلى هذه اللوحة التي أمامنا، الصورة، ونحاول أن نستخرج منها عناصرها. ما هي العناصر التي في الصورة؟ العنصر الأبرز هو الماء، وهناك عناصر أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالماء، ألا وهي الأشجار والحضارة. هذا بناء وهذه مدينة، وهذا هنا أشجار نبتت على الماء. إذن المدينة بنيت بقرب النهر، بقرب الماء. وهنا ننظر إلى الصورة ونحاول أن نستخرج منها أيضا عناصرها. العنصر الأبرز كما قلنا في الصورة التي سبقتها الماء. انظروا ما حول الصورة، القريب منها جدا أشجار النخيل، أشجار النخيل، وهذه الأشجار تنتج لنا التمر والرطب. انظروا إلى ما بعد الأشجار النخيل، نرى صحراء قاحلة، نرى صحراء قاحلة. إذن نستنتج من هذه الصورة أن الماء هو الذي أعطى البقعة القريبة منه الحياة. ننتقل إلى صورة بعدها، وهذه صورة مألوفة لنا جميعا ومعبرة عن قيمة الماء وأنه ضروري لكل إنسان. قصيدتنا الآن وهي بعنوان الماء تقول: أعطني الماء وخذ مني الذهب، ليس كالماء إذا الماء عذب، أنت حي منه بل تحيا به، وكلانا ميت إما نضب، فهو في الأرض حياة إن جرى في عيون أو أقلته السحب، وهو أغلى عنصر في كوننا، ليس مثل الماء في الكون النشب، حبذا الماء إذا الماء جرى، وهو صاف كشعاع وانسكب، حيث يلفى الماء كانت خضرة وحياة وحضارات عجب، تصحر الجنة لولا نهرها، حمدنا لله مجريه وجب، لم تكن واح بصحراء إذا لم يكن ماء ولا كان الرطب. إذن لم تكن واح ولم تكن الرطب لولا وجود الماء. نأتي إلى بعض الكلمات الغامضة بعض الشيء، ثم نبين معاني معنى أغلب النص. أقلته معناها حملته، النشب معناه المال والعقار، العقار أي المنازل والبيوت وغير ذلك. نأتي إلى شرح القصيدة بشكل عام. القصيدة بشكل عام تتحدث عن الماء وقيمته في الإنسان وقيمته في الكون، في الأرض. ماذا يصنع الماء في الإنسان؟ الماء ضروري جدا لحياة الإنسان، فإذا نضب الماء مات الإنسان، فهو أحد أهم عناصر حياة الإنسان، وكذلك هو أحد أهم عناصر حياة الأرض وحضارتها وتقدمها وازدهارها. إذن الحضارات جميعا تزدهر إذا وجد الماء. حدد، نأتي لبعض الأسئلة على النص. حدد من النص، وأرجو أن يكون الكتاب بين أيديكم. حدد من النص الأبيات التي تدل على كل من أثر الماء في الإنسان، أثر الماء في الأرض. إذن نريد أن نحدد الآن من النص أثر الماء في الإنسان وأثر الماء في الأرض.
أثر الماء في الإنسان وجدناه في المقطع الأول الذي يبدأه الشاعر: أعطني الماء وخذ مني الذهب، وينهيه: ليس مثل الماء في الكون النشب. وأثر الماء في الأرض في وجدناه في المقطع الثاني الذي يبدأه الشاعر من البيت الخامس إلى البيت الثامن، يبدأه بقوله: حبذا الماء إذا الماء جرى وهو صاف كشعاع وانسكب، وينهيه بقوله: لم تكن واح بصحراء إذا لم يكن ماء ولا كان الرطب. ننتقل إلى سؤال بعده: هات المعنى المناسب لكل بيت مما يأتي. نريد منك الآن أيها الطالب العزيز أن تقول لنا المعنى من الأبيات التي أمامنا. البيت الأول: وهو أغلى عنصر في كوننا، ليس مثل الماء في الكون النشب. ما معنى هذا البيت؟ أعطنا المعنى المناسب لهذا البيت. البيت الثاني: حبذا الماء إذا الماء جرى وهو صاف كشعاع وانسكب. ما هو معنى هذا البيت؟ ما هو معنى هذا البيت؟ أعطنا إياه أيها المكرم. البيت الثالث: حيث يلفى الماء كانت خضرة وحياة وحضارات عجب. ما هو معنى هذه الأبيات؟ حاول أن تفكر في معناها سريعا وتدون أمامك على ورقة. نأتي إلى معاني هذه الأبيات. معنى البيت الأول الذي هو قول الشاعر: وهو أغلى عنصر في كوننا، ليس مثل الماء في الكون النشب. معناه: ما أجمل الماء وهو ينساب رقراقا صافيا متلألئا فلا شيء يشبهه. إذن ما أجمل الماء الذي ينساب رقراقا صافيا متلألئا، والماء لا شيء يشبهه في كوننا. وأما معنى البيت الذي ورد معنا وهو الثاني: حبذا الماء إذا الماء جرى وهو صاف كشعاع وانسكب، معناه: إن وجود الماء بأرض يجعلها خضراء جميلة ويكون فيها التقدم والازدهار. إذن التقدم والازدهار وجمال الأرض وخضرتها مرتبط بوجود الماء. إذن التقدم والازدهار والجمال والخضرة مرتبط بوجود الماء. فإذا انعدم الماء انعدمت هذه الأشياء كلها. البيت الثالث: حيث يلفى الماء كانت خضرة وحياة وحضارات عجب. ما هو معنى هذا البيت؟ المعنى: الماء أفضل من أي شيء في الحياة. الماء أفضل من أي شيء في الحياة، لا يعادله المال أو البناء ولا حتى الذهب كما ورد في البيت الأول من أبيات القصيدة. ضع عنوانا آخر للنص، حاول أن تضع عنوانا للنص غير العنوان الأساسي وغير هذا العنوان، حاول أن تضع عنوانا آخر. العنوان الذي اخترته أنا: أهمية الماء. أهمية الماء في الإنسان وفي الأرض. أهمية الماء بالنسبة للإنسان وبالنسبة للأرض. الآن نتذكر أبنائي الطلاب أن العنوان الجيد له شروط. من شروط العنوان الجيد أن يكون قصيرا مرتبطا بموضوع النص شائقا. إذن أول شيء يكون قصير، هذه أول شروط العنوان الجيد. ثانيا، العنوان الجيد يكون مرتبطا بما ورد في النص الذي تضع له عنوانا، بعدها يكون شائقا جاذبا لأسماع من يسمع هذا العنوان، يريد أن يسمع المحتوى الموجود داخل هذا العنوان، أي النص الذي عنونا له هذا العنوان. الآن نأتي إلى سؤال بعده: صل البيت بمعناه فيما يأتي. نريد الآن أن نصل الأبيات بالمعنى المناسب لها في الجهة الأخرى.
وهو أغلى عنصر في كوننا ليس مثل الماء في الكون النشب. هذا البيت الأول. البيت الثاني: حبذا الماء إذا الماء جرى وهو صاف كشعاع وانسكب، حيث يلفى الماء كانت خضرة وحياة وحضارات. عجب. أما المعاني: ما أجمل الماء وهو ينساب رقراقا صافيا متلألئا، إن وجود الماء بأرض يجعلها خضراء جميلة ويكون فيها التقدم والازدهار. الماء أفضل من أي شيء في الحياة، لا يعادله الماء، لا يعادله المال ولا البناء ولا حتى الذهب ولا حتى أغلى الأحجار الكريمة. حاول بني الطالب أن تصل ما بين البيت والمعنى المناسب له. الآن نأتي إلى وصلنا له. هو أغلى عنصر في كوننا ليس مثل الماء في الكون النشب، نصله مع المعنى: الماء أفضل من أي شيء في الحياة، لا يعادله المال أو البناء. كما نتذكر النشب معناها المال أو البناء. حبذا الماء إذا الماء جرى وهو صاف كشعاع وانسكب، المعنى المناسب له: ما أجمل الماء وهو ينساب رقراقا صافيا متلألئا. البيت الثالث: حيث يلفى الماء كانت خضرة وحياة وحضارات. عجب. المعنى المناسب له: إن وجود الماء بأرض يجعلها خضراء، يجعلها جميلة ويكون فيها التقدم والازدهار. نأتي إلى سؤال آخر: ضع فعل الأمر من كل من الأفعال الآتية وفق النموذج. يعني نريد منك أن تضع فعل الأمر من هذه الأفعال وفق النموذج، وفق هذا النموذج. أخذ، خذ، أعطى، أعطي، مد، أمدد. حاول أن تجيب على السؤال على دفترك. الإجابة: أخذ، خذ، أكل. نريد أن نأتي بكلمة تشبه خذ. أكل، كل. إذن حققنا ما أتى في السؤال وفق النموذج. إذن أتينا بفعل وفق نموذج خذ. أعطى، أعطي. نريد أن نأتي بفعل لأهدى، فعل أمر على وفق نموذج أعطي. أهدى، أهدي. فقط نحذف الألف ونضع الكسرة بدلا منها، لأنه فعل أمر وفعل الأمر يحذف من آخره حرف العلة. مد، أمدد. شد، أشدد. إذن هذه هي الإجابات. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا، والحمد لله رب العالمين. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما ورد من هذا النص، وأن تكونوا بخير وسعادة.